الفنان ماجد المصري، صباح الخير، صباح الحيويه والنشاط. انت لسه راجع من رياضتك الصبح، ماشي يا ترى؟ شفتيني ولا ايه؟ مش احنا كنا معاك وجايين من البيت لحد هنا؟ لا انا جاي جري الحقيقه. جري كمان؟ اصل ماشي ده ما بيعملش حاجه، فلازم الواحد يجري عشان يحرق. لازم تحافظ على رشاقتك كفنان، ولسه بقى داخل مجال النجوميه جديد، لازم يكون في تألق مش كده؟ يعني هو هقول لحضرتك على حاجه، يعني بصرف النظر اني اكون فنان، يعني كانسان وكصحه لازم الواحد يحافظ على جسمه وعلى لياقته وعلى صحته. بعد ما ترجع بقى من مشوار الجري بتاعك ده وما شاء الله حوالي 10 كيلو، اذا محتاج بعد ما تاخد دش تشرب الشاي، تشرب عصير، في بقى حاجات كده معينه بتلتزم بيها؟ لا ما انا هقول لحضرتك حاجه، اصلا انا ما بحبش الشاي. الله، طب ده احنا النهارده عازمينك على الشاي على النيل كده الجميل. لا انا جايب القهوه بتاعتي معايا. جايبها معايا كويس، حطها في فنجان الشاي ولا هشربها في الفنجان بتاعك؟ خلاص انا هشرب الشاي. تشرب القهوه كده على الصبح وفطار خفيف؟ لازم الفطار ده لازم، ده اساسي. لان انا ما بضمنش ان انا ارجع اتغدى في البيت، فلان ممكن اقضي اليوم كله بره البيت. فبفطر في البيت. طيب بالنسبه بقى للجرايد والصحف والمجلات، تتصفحها كده قبل ما تبتدي عملك؟ ده اساسي. اول اخبار، اول حاجه بعملها بالنهار ان انا افتح الجدول. افتح الباب، اخده من على الباب كويس. وافتح اشوف الاول اخبار الفن ايه. وبعدين اخبار البلد. اخبار الفن الاول، أخبار الفن وبعدين الأول. اخبار البلد والاخبار السياسه يعني اشوف المنطقه اللي انا مكلف بيها. ما هو انا مكلف في البلد هنا بان اكون فنان واكون راجل صاحب رساله. كويس، فاشوف الاول الاخبار الفنيه ايه كويس، وبعدين اشوف اخبار اللي هتهمنا كلنا كمواطن مصري وحابب ان احنا نعيش في سلام. يعني نيجي نقول النيل، بتحب انت بتقول الجري، في رياضات تانية؟ انا بعمل حاجه اسمها فيتنس، يعني رياضه رفع اثقال. بس يعني لو يعني جزء من، مش بعمل حمل اثقال عشان اعمل جسم يعني وكده، لا انا عندي جسم بس عايز اوضح بعض العضلات فيه. بيتنزه في رحله بحريه جميله او رحله نيليه، هل فعلا قمت بيها؟ انا ليا صديقي الفنان محمد حسن رمزي، كل فتره بناخد بعضينا ونطلع على الغردقه، هو عنده يخت، بندخل حوالي 30 كيلو جوه كويس، ونعمل لينا مرسى يعني كويس، واخدين معانا كل حاجه، السمنه والرز بس السمك موجود. هتعيشوا يعني؟ هنا في صبر بقى، لان احنا لو ما كانش في صبر هنا مش هناكل سمك. فبنصطاد جوه فعلا، وبنعمل كل حاجه، يعني بنعيش حوالي 3 4 ايام في الميه. بعد الرحله 3 4 ايام دول بترجع ايه؟ شكلك ايه بقى؟ اعصابك شكلي اسمر، عارفه الشمس بقى. طبعا ده عادي. طب ومن جوه بقى الناحيه النفسيه؟ ما انا هقول لحضرتك الحاجه، انا ببقى طالع في الفتره دي مثلا عندي سيناريو مثلا معين، سيناريو مهم جدا. عايز تتفرغ انك تقرا بالظبط كده يعني. وانا عايز قوي ان انا اكون يعني فاهم الورق اللي هيكون على مسؤوليتي ان انا هجسد الشخصيه دي كويس. وبعدين انا يعني من يوم ما بدات في الوسط الفني، انا بحافظ قوي على مين المخرج، مين الورق، مين ده. فكان حظي حلو الحمد لله، انا اشتغلت مع اعظم مخرجين في مصر، ولسه الباقي من العظماء ان شاء الله اتمنى ان انا اشتغل معاهم ان شاء الله. طب الصبح انت متزوج، لك اولاد؟ عندي احمد ومهتاب، ربنا يخليهم. اول حاجه تحب تفتح عينيك الصبح عليها؟ هم بيصحوني، صورتهم هم رايحين المدرسه، احمد في ثانيه ابتدائي، مهتاب لسه في كي جي، فيقعدوا يطلعوا طبعا وانا نايم بقى بيعملوا فيا اعمال مش هقول لك يعني، لحد ما تصحى لهم. لازم اصحى لهم، وانا يعني ببقى فعلا يعني بزعل لو فعلا نزلوا وانا ما حسيتش بيهم كويس، لان فعلا باجي بالليل وهم نايمين. هم بيناموا من يعني 8 يعني ماكسيمم 8 بيبقوا نايمين. اوكي، اكيد. فلحظه بالنهار هم بيصحوا فلازم يصحوني. انا على صدقي، اهلا بيكي معانا، صباح الخير. اهلا، صباح النور. اتاخرتي علينا شويه. ما زحمه بجد، صبح وظهر وليل، زحمه الظهر وبعد الظهر، والبلد الوحيده لغايه الصبح برضو بتبقى زحمه يعني. عموما معناها انها عايشه كده طبعا لحد الصبح، ده شيء جميل برضو. اكيد خسيتي قوي يا هال، عامله رجيم معين اكيد؟ طبعا. انا عملت، هو يعني عملت خلاص ورجعت بوظت تاني يعني. من باب التفاصيل يعني. طب هتقدري تشربي معانا الشاي؟ طبعا. بسكر ولا من غير؟ لا من غير. بذور من الرجيم طبعا. من غير. هلا، واحنا بندردش مع ماجد دلوقتي، قلنا ايه احب حاجه تحبي تسعي عليها الصبح؟ تشوفي ايه كده المنظر الجميل قدامك؟
هو طبعا انا بالنسبه لي احلى حاجه ان انا اصحى الاقي بحر قدامي. بحر طبعا. طب كويس ان انت بقى جايه لنا تاخدي الشاي معانا على النيل. على النيل طبعا. حاولتي تعمليها تقومي مره الصبح بدري كده انت لوحدك تقولي اخد الفطار وشاي على النيل؟ لا لا لا. طب كويس احنا بقى ايه حفزناكي. لا احنا ما بنخرجش على فكره او بنروح اماكن كده الا في التصوير. وبعدين بنكتشف ان فعلا في ناس عايشه, يعني في ناس بتنزل وبتخرج وده جميل طبعا. بس ده يعني احنا لا. كفنانين والوقت مرتبط على طول ترجعي صح. متاخر وهكذا صح. مش كده. وبعدين انت حتى لما بتروحي في مكان او بتاع او كده يعني لو انت بتشربي يعني بتلاقي مليون حد باصص فيعني لازم تشربي شاي يعني ممكن نقول ده بقى ده من عيوب الشهره هي بتحد من حريتك اكيد. اكيد. وبعدين انا بتخنق يعني ما بحبش حد يخنقني. انا بتخنق بسرعه. يعني انا احب ابقى بحريتي قوي وطبيعيه قوي. فبقدر الامكان لما بخش مكان بقعد اول 10 دقايق ببقى عامله كنترول. بعد كده خلاص ده مشينا في الاول. اللي عايز يبص يبص يعني ماليش دعوه بقى. طب انت قلتي انا احب حاجه عندي اصحى الاقي البحر قدامي. ده عشان انت سباحه اساسا؟ تربيتي بقى على حب البحر والمية؟ يعني انا ممكن يعني ممكن اقعد شهر في مكان فيه مية وما اتضايقش والله خالص. ولوحدي يعني بطولي ما اتضايقش. انت والبحر؟ انا والبحر وابقى سعيدة. ايه مشاعرك بقى بتكلمي البحر كده زي ليلى مراد؟ لا البحر لا البحر والهواء. هي كانت بتغني بس انا لو كلمته بحاجة تانية يعني. لا انا مشاعرك بتكون ايه سعيدة؟ بصي البحر طبعا اولا اللي انا بستمتع بيه اصلا صوت الموج, يعني الصوت اللي هو مش الموج كمان اللي هو اللي على الشط ده بيدي صوت. يعني في مرة كنت عايزة ألعب يوجا أو كنت عايزة أتعلم اليوجا ف كوني سجلت شريط. لا يعني من ضمن الدروس بتاعتهم من الأهم الحاجات إنه إنك تسمع صوت الموج صوت البحر ده بيعمل ارتخاء للأعصاب جامد جدا جدا جدا. وبعدين حتى مثلا كنت بلعب ايروبكس او كده كان بعد الدرس يروح حاطط لي لمده 10 دقائق صوت الموج ده فجسمك كله يفك يعمل ريلاكسيشن لعضلات خالص الجسم خالص للمخ كمان يعني تهدي. فتخيلي انت بقى شايفاه لايف سامعاه بقى بالطبيعه فطبعا بيبقى جميل هدوء واسترخاء رائع خالص. طب لو سالتكم انتوا الاثنين احب الاصوات الصبح بتسمعوها؟ الراجل بتاع الفول بيعدي ما والله مفيش البلابل والعصافير والحاجات الحلوه دي. بس هو في شجر يعني لازم الشجر الاول وبعدين البلابل. مفيش شجر الواحد ما لحقش يسمع حاجه. الواحد بيبقى صاحي هي بتصحى تلاقي المكيرف وشها كوفير وبتجهز والتليفونات بتشتغل هو احب الاصوات على طول. لا هو لا انا ما بحبش التليفون بس انا طبعا لازم يبقى فيه مزيكا سواء صبح ظهر ليل لازم يبقى فيه مزيكا. موسيقى بقى كلاسيك ولا موسيقى من الجديده لا هي على حسب الحاله النفسيه والله مرتبطه بكده خالص. تلاقيني كئيبه تلاقي كلاسيك بقى وكئيبه تلاقيني منتعشه يعني على حسب الحاله النفسيه اللي بتحدد المزيكا. وماجد بقى بما ان لك في الموسيقى فعلا وبتلحن وبتغني هقول لحضرتك على حاجه. لا هي فتره لما يعني لما الواحد لسه بقى صاحي كده على الصبح زي ما بتقولي ما بيعملش اكتر من انه عايز يلحق لان غالبا الواحد بيصحى يعني ايه يعني بيبقى مسنطر نفسه كده ان هو حاسبها هصحى الساعه كذا وهوضب نفسي ما هو خلاص بقى الواحد عارف بيجهز في قد ايه وهيروح المكان اللي فيه تصوير النهارده مثلا في قد كده مع طبعا اعتبار للزحمه وكده كويس. فما فيش وقت الواحد يسمع حاجه لكن في عربيتي بسمع في عربيتي بسمع يعني بالنهار كده ممكن اسمع حاجات خفيفه يعني عارفه ازاي بعد ألف الراديو الأول كده ما لقيتش حاجة تحط شريط تحط على طول شريط. هلا وماجد لو بصينا للنيل كده وعلى صفحته زي المراية الجميلة وقلنا صورة مصر والعالم العربي نتمنى نشوفها ازاي؟ اتفضل حضرتك. ده حضرتك اتفضل. يعني أنا لو نهتم شويه ونحافظ شويه كل واحد ياخد باله من حاجته لان فعلا النيل ده بتاعنا كلنا. ف النيل ده يعني حاجه مهمه قوي في مصر وواجهه مصر
افريقيه. يعني اول حاجه لما حد بيقول مصر بيقول النيل، بيقول الاهرامات، بيقول الحضاره. فيجب ان احنا نهتم اكثر يعني من السنين اللي فاتت. اتفضلي حضرتك. بالنسبه لهذا تقولي ايه؟ لو احنا هنتخيلوا باقة العالم العربي، فنتمنى انه يبقى العالم العربي زي النيل من غير حدود. الله، يعني حلوين حلوين جميل. يعني احنا كلنا طباعة واحدة وتقريبا لغة واحدة. يعني احنا مثلا هنلاقي مثلا القاهرة غير بورسعيد، لهجتها غير البورسعيدية، غير اسكندرانية. فالبلاد العربية برضو اللهجة هي بس مختلفة، ولكن احنا لغة واحدة، اللغة العربية. فأنا يعني ان احنا فعلا لازم نبقى مش وطن واحد بس، يعني احنا تبقى بلد واحد، تبقى فعلا من غير حدود بجد. أمنية جميلة على كل حال. وإحنا بقى هنسيبكم دلوقتي، لكن هنكون على المسرح بالليل عشان جمهوركم مستنيكم هناك، وتبتدوا جولتكم معنا وفارس حول العالم. حكاياتهم ورواياتهم ويقولوا لكم ازاي وامتى ابتدوا المشوار. يلا بينا يا فارس، اركب حصانك واحكي وقول أهم أخطارك. قول وقول وفتش في أفكارك، ويكون عنواننا الصراحة والوضوح والباب المفتوح. فرساننا يحبوا يعيشوا كل جديد. يلا بينا نسرق حصانهم ونصول ونقول ونعرف كل أخبارهم. وأنا عارفة إن جمهورهم جه عشانهم. الفنانة هالة صدقي. يا هالة، اهلا بيكي. النهارده انت نجمتنا وفارستنا حول العالم. طب كويس. ها، مستعده؟ مستعده. يلا نبدا الرحله. نبدا الرحله. بس اجيب الضيف اللي انا عازماه. خلاص اتفضل اتفضل يا استاذ
استاذ حسنين. لا معلش استاذ حسنين اتفضل. مش عايز يجي ولا ايه؟ لا. الفنان ماجد المصري. اتفضل يا هلا. انا عايز اعرف بقى الفنان ماجد المصري جه معاكي ليه؟ يا ترى انتوا احدث دويتو في السينما؟ لا الحقيقه انا اخترته عشان طويل. ولا احدث دويتو غنائي؟ لا لا لا. حصلت ولا لا؟ هي حصلت. ايوه طب خلاص. كان قضاء وقدر. لا هو طبعا ماجد صديق عزيز جدا وزميل عزيز برضو وفعلا احنا اشتغلنا مع بعض وكنا يعني متفاهمين قوي وفعلا الاغنيه دي احنا جت صدفه كده وان شاء الله على كل حال كده لما نسخن شويه ونقعد مع بعض ونتكلم اكيد هنسمع جزء منها. ماجد. لو تتبعنا كده رحلتكم طبعا هالة بدأت في البداية وعرفناكي من خلال التلفزيون طبعا كمسلسلات تلفزيونية كان أول مسلسل ليا في حياتي اللي هو لي ابنتي العزيزة كان الأستاذ نور الدمرداش كان الله يرحمه الأستاذ نور الدمرداش وكان مدام هدى سلطان أستاذ عم منعم مدبولي كان مسلسل جميل فعلا وبعدها بقى انطلقتي سواء في السينما او في التلفزيون برضو حافظتي عليه والمسرح شويه هلا شويه المسرح عشان المسرح مرهق جدا 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 يعني لكن بتستمتعي بيه بستمتع بيه بس بياخد عمري يا خبر يعني انت اولا طول اليوم قاعده خايفه على صحتك مبدئيا والنص الثاني نازله مواجهه مع الناس يعني عارفه اللي هو ما ينفعش انك تبقي عيانه ما ينفعش تبقي مزاجك مش حلو فببقى قاعده طول النهار يعني يومي بيروح عشان المسرح وبعدين ببقى خايفه اشتغل اي عمل تاني اللي احسن ياثر عليا بالليل فالمسرح شيء مرهق جدا بس طبعا جميل وممتع اكيد. ماجد ابتديت كمطرب او بتقول مونولوجات قصيره مع زوجتك منى طرب اكتر من مونولوج يعني والله هو ثنائي غنائي ثنائي غنائي كان باسم دويتو وده احنا على فكره مفتقدينه جدا وما حافظتش عليه ليه؟ لا والله انا يعني هو احتفظ بمنى في البيت هو احنا قعدنا فتره كبيره قوي ومش كبيره قوي بس نجحنا على نطاق القاهره هنا يعني او الجمهوريه بتاعتنا وبس ما عملناش اي البوم غنائي خالص فكانت الشهره محدوده شويه. لحنت كمان؟ بعض حاجات كده ايه بعض حاجات اغاني المطربين معروفين لا حاجات لي انا عشان كل ما بسمع حد الحاني ما بياخدهاش فباخدها انا فقلت بلاش بقى طرب وبلاش تلحين طب وايه مجال اخراج الاعلانات ده لا انا هقول لحضرتك على حاجه انا بعمل افكار وبشتغل في مجال الدعايه والاعلان بقى لي فتره ومن اهم المنتجات اللي ظهرت على الشاشه طبعا مش هقول اسامي حاجه عشان مش هينفع كان شغلي انا هلا باعتبارك نجمة تلفزيونية وسينمائية وحققتي نجاحات كبيرة لكن بنقول طموح الفنان كبير جدا جدا ولا يقف عند حد عايز أعرف منك أول بكرة تشتاقي إليه هو طبعا يعني أنا برضه لما باجي أفكر بقول إن أنا ما حققتش حاجة يعني بحس إن أنا لا لسه فاضل كتير قوي ما حققتوش وحاجات كتيرة قوي كنت أتمنى أعملها وما عملتهاش انما طبعا انا بالرغم ان السينما في ازمه وفي مشكله كبيره بس انا برضو عيني على السينما يعني وفي تركيبه خاصه كده في دماغي يعني نفسي انها تتعمل بس للاسف احنا جينا او يعني انا بدايه ما بدات افكر في السينما بشكل جدي كانت وقفت الحمد لله تاخرت شويه في التفكير طب ايه المقترحات اللي في تقولي في دماغي شويه حاجات عايزه اعملها لا يعني ايه السينما دايما يعني ايه بيحددوا يعني بتبقى ايه موجه افلام عنف موجه افلام مخدرات يعني عارفه بتبقى موجه انما انا شايفه ان احنا محتاجين قوي ان انا اشجع اللي هم اللي في جيلي او اللي في سني على حاجات يعني مثلا احنا عمرنا ما شفنا فيلم رياضي عن بنت عمرنا ما شفنا فيلم رياضي فيلم مثلا يمكن للرجال كان روجي اباظه طلع بطل سباح أو يعني كده. بس ما بقاش الموضوع ان هو انه يشجع الشاب او الشابه انها تبقى انه هو عايز يبقى زي ده او يمارس عايز يبقى زي دي فاهمه ازاي؟ احنا طبعا بنفتقد جدا الافلام الكوميدي ومعرفش ليه
بس هو مش في مصر بس، هو في العالم كله بيعتبروا ان الفيلم الكوميدي فيلم درجة تانية، يعني باستثناء طبعا افلام الاستاذ عادل امام بيعتبروا ان الافلام الكوميدي لازم تبقى تانية حتى في انتاج او كده. لا بالعكس، لان الناس دي مشتاقة ومحتاجة ده، وخصوصا ان الشعب المصري اصلا دمه خفيف، فالافلام الكوميدي بالنسبة له بتبقى صعبة، يعني صعب قوي انك تضحكيه وصعب قوي، فالنوعية دي برضو مش موجودة. دي الشخصيات يمكن... اللي لسه عايزة تقدميها. نعم؟ دي الشخصيات اللي عايزة تقدميها تقريبا في دور كوميدي أو رياضي، والأدوار الرومانسية كمان مفتقدينها جدا خالص. جد، بما أنك لسه نجم في بداية حياتك، بالتأكيد بتقابل بنقد قد يكون بالسلب أو الإيجاب، بالنسبة لك كان نقد سلبي ولا إيجابي؟ لا هقول لحضرتك على حاجة، هو في بدايتي أنا ابتديت بفيلم اسمه سارق الفرح، قدمت تقديمة كويسة قوي، بدأت بطل، اتحطيت في مكان كان يعني أكون بطل فيلم الأوحد وبعد كده أقعد في بيتنا أو أكمل على طول. فكان بعض النقاد قالوا إن ليه داود عبد السيد عمل الفيلم ده بوجه جديد؟ طب ليه ما جابش مش عارف مين؟ طب أصل الدور كبير عليه، أصله هنا الحتة دي ما كان مفروض. إحنا عندنا النقد هنا بسم الله. جالك إحباط؟ ولا الهوى، لان كان يعني بس انا جيت في لحظه خفت جدا، وحسيت ان انا فعلا مش هعمل بعد سرق الفرح ده حاجه. اعتبر حضرتك ازاي. وبعدين يعني في نهايه اسبوع تصوير في سرق الفرح كنت ماضي فيلم قشر البندق. كويس، ما كانش لسه حد شافني على الشاشه، ولكن الاستاذ محمود ياسين كلمني وقابلته وتعاقدت معاه على فيلم قشر البندق. النهاردة أنا بقول للنقاد أنا النهاردة عملت 8 أفلام في فترة بسيطة جدا، ونقدر نقول إن هم من يعني من أجمل الأفلام اللي اتعملت في السنتين ونص اللي فاتوا دول. كويس، وبعض الأفلام اللي أنا اشتركت فيها حققت جوائز في مهرجانات دولية، بما فيهم آخر فيلم عملته اللي هو تفاحة، طولة هالة صدقي وليلى علوي وماجد المصري، أخذنا الهرم الذهبي. الهرم الذهبي ده كان بالنسبة لنا طبعا حاجة جديد على احساسك انت الشخصي يا ماجد، حاسس فعلا بتتطور من فيلم لفيلم؟ يعني انا هقول لك حاجه، يعني وانا قلتها قبل كده برضو في احدى المجلات المصريه، نشوف نجومنا واول حاجه عملوها في حياتهم ودلوقتي هما بيعملوا ايه. كل حاجه بالخبره. طب انت بتعمل ايه عشان تطور نفسك؟ عشان ايه يا فندم؟ تطور نفسك الشخصيات اللي بتقدمها. انا اكون مركز، وانا كل مخرج اشتغل معاه لازم اكون مركز وفعلا استفيد منه عشان ابقى اتعلمت حاجه. يعني اتعلمت من داود عبد السيد، من خيري بشاره، محمد عبد العزيز، الاستاذ رأفت رميه، سيد مرزوق، علاء كريم، عمر عبد العزيز، يعني كل الناس دي اسامي بارزه جدا في الـ في الـ في, الـ في الوسط الفني عندنا. فلازم اكون يعني ممثل ذكي جدا عشان استفيد من كل دول. مظبوط، لان ممكن ما اشتغلش معاهم تاني، فاستفيد منهم عشان اقدر اطور نفسي مع مخرج اخر، لان ممكن مخرج اخر ده ما يكونش عنده حرفيه توجيه الممثل، او يعني مش توجيه الممثل، في ممثل يعني في مخرج يوجه الممثل، وفي مخرج يسيبه، وفي مخرج يعرف يخلي الممثل يخش في الشخصيه ازاي، وفي مخرج يعني انت بقى يجعله في احسن حالاته، مش كده؟ أهلا. لو سألتك من خلال تاريخك في التلفزيون والسينما بكل صراحة كده، مين النجمة اللي تعملي لها حساب قوي لما تكون مشتركة معاكي في عمل؟ مدام هدى سلطان. والله ليه؟ أصلها يعني طبعا سيبك من تاريخها الكبير، إنما هي فنانة سلسة قوي وسهلة قوي، فبتشدك معاها، يعني ممكن اسرح معاها واتشد معاها، فطبعا ببقى عامله لها حساب اكيد. النجم اللي بتعملي له حساب في السينما او التلفزيون هو احمد زكي. ليه؟ يعني ايه، هو صحيح ما اشتغلناش مع بعض غير يمكن فيلمين بس، يعني ممكن نعمل بروفة 2-3 بس، في وقت الشوت بتلاقي حاجة شخص تاني، واحد لا. تاني، فببقى مش عارفة ايه اللي هيحصل، مش متوقعة الأداء هيبقى، يعني فاهمة، بيطلع حاجة تاني خالص. طبعا هو فنان كبير جدا، وانا طبعا انا من اشد المعجبين بيه، فببقى برضو خايفة منه قوي.
طب وعلى المسرح ليكي كم تجربة؟ المسرح ليا حوالي الصعيدة وصل وكان؟ الصعيدة وصل بس ما صورتهاش وعملت زي الصحة ومطلوب حيا أو مطلوب على وجه السرعة، كانت أول مسرحية تلفزيونية، وعقل يا مجنون وعملت بشويش، كان دي من المسرحيات اللي أنا بعتز بيها برغم إنها يعني ما نجحتش جماهيريا بس نجحت من خلال الفيديو قوي وأنا بعتز بيها قوي، وسبعة اتنين سبعة مع فيلم محمود عبد العزيز. كلها كانت مسرحيات كوميدي؟ كلها كوميدي. ولقيتي نفسك فيها؟ طبعا يعني المسرح أنا اعتبرت نفسي إن أنا كل يوم بروح معهد التمثيل، كل يوم أكني رايحة المعهد، يعني كل يوم بذاكر وكل يوم بكتسب حاجة وكل يوم بتعلم حاجة وبتعلم من النجوم اللي هم الأساسيين اللي يعني مثلا إيه أول واحد علمني في حياتي إن أنا أقول إفيه إزاي كان محمد صبحي. طبعا محمد صبحي أصلا كان بيدرس في المعهد في رحلة المليون. أيوة. كنت أول مرة أعمل حاجة كوميدي. أنت كنت عاملة كوميديا رائعة. وكان دور صغير. وكانت طالعة عفية جدا وعلمت قوي مع الناس. لغاية دلوقتي بيقولي أنا هلتكم. لغاية دلوقتي. فمحمد صبحي الحقيقة هو اللي علمني أقول الإفيه إزاي. يلا يا حبيبي يلا قوم البس بسرعة عشان نلحق نستقبل الوفد اللي جاي. لا يا نهلة تعبان مش قادر أقوم. تعبان؟ تعبانة ليه يا حبيبتي؟ ايه يا اختي مالك؟ مش عارف حاسس اني حاطط كده الظاهر عجزت. عجزت؟ عجزت ده ايه؟ انت حتى لسه ما بلغت سن الرشد. ايوه افضلي دلعي فيا كده لغاية ما تمرقعيني. اتمرع اتمرع يا حبيبتي على كيفك مش انا مامي؟ نهلة نهلة انت اديتيني كتير كتير قوي، كان بدري عليا السعادة. بدري من عمرك يا حبيبي، بالعكس دي متأخرة، يا ريتني رجعت لعقلي من زمان عشان أقدر أعوضك السنين اللي اتحرمت فيها من حناني. خدني لحنانك خدني، وعن الوجود ابعدني. نهلة أنا رايح مصر وهجيب لك شوية برفانات وشوية كليهات وشوية فيزونات وشوية لبنات عشان تطرقعيها في وشي. لا يا حبيبي أنا كفاية علي خطوتك قدام عيني، أنا مش عايزة منك حاجة يا حبيبي، حوش فلوسك ورسها أنا عايزاهم كده، ستفهم عشان أخدهم في الآخر. إيه؟ كنت عاملين دويت وما حصلش. بس مش عارفة كنا بنحس إن فيها عفوية في بعض الأحيان، في حاجات كتير بتطلع كده في وقت التصوير. طب كانت أطرف في ذكرياتك في إيه؟ بتتحكي على طول أول ما تفتكري. اصل كان في شوت كده في رحله المليون بقول له هزي يا لطيف، فلقيته في يوم بقى جاي زعلان قوي وغضبان مني، فمش فاهمه ليه يعني، فقال لي جنبه هو مدرسه بنات، قال لي البنات وقفوا تحت البلكونه وقعدوا يقولوا لي هزي يا لطيفه هزي يا لطيفه. قلت له طب وانت زعلان ليه؟ طب انا مالي زعلان؟ قال لي انا ما بعرفش اهز. هو ده اللي ضايقه في الموضوع يعني. لا جميل له نوادر كتيره قوي والله. لما كنت في الصحراء بقى وعاملين الاوتيل والكلام. لا هو انا افتكر ان انا مره كنت مسافره بره وهما كانوا بيصوروا في نويبع واتصلوا بيا وكان في عز النار، وطبعا هناك كان حر جدا كمان، فقالوا لي لازم تيجي ومعاكي فرشه سنين ومعاكي بلط وفرو ومعاكي، فانا مش فاهمه عز الحر ازاي. فمحمد صبحي قال لي اصل احنا اضفنا مشهد جديد ومش عارفه ايه. قلت له بس مشهد يعني 8 ساعات رايح 8 عشان شوت يعني ما ينفعش تعمل هنا في مصر؟ قال لي لا لازم. فطبعا كنت لسه واصله من السفر 20 ساعه طيران ومش شايفه قدامي، فطبعا خدت عربيتي وطلعت وكده، وفي الاخر قولي ابدا بس احنا حابينك تبقي معانا. لا يعني ادوني اوردر الساعه 7 الصبح، وصحيت الصبح وعملت مكياج، طب فين المشهد هنجيبه اصل بيتعدل، طب فين، طب مش تفقدها بس يلا عشان ما نضيعش وقت. وبعدين قلت لهم طب فروا في عز النار، قالوا لي هو اصله هنفهمك بعدين. وبعدين وقفت قدام الكاميرا وقالوا لي ايه احنا بنلهق معاكي عايزين تبقي معانا بس. هلا انت عارفه برنامجنا فيه فقرات كتير منها فقره النضاره السحريه، تحبي تشوفي بيها معانا؟
حط الشمبر شيل الشمبر بص كويس بالنضارة دقق أكتر شوف المنظر خلي في قلبك يلا خسارة نضارة سحرية نضارة سحرية ابتدي بالنضارة البيضة يعني الحاضر يعني شوية مزعج شوية مزعج بس الواحد لازم يبقى عنده أمل يعني هنقول ان شاء الله كل حاجه ان شاء الله تتحسن ونحاول ان احنا نصلح اهم حاجه في الدنيا بالنسبه للكارير بتاعنا ان السينما تتصلح حالها فده الحاضر اللي احنا عايشينه هو حاضر مش حلو قوي بالنسبه للسينما طبعا لانه احنا عندنا نماذج او عندنا مجموعه فنيين من الاضاءه للتصوير للصوت الفنيين في السينما ناس على مستوى عالي جدا جدا يعني احنا عندنا العناصر الفنيه قويه جدا ولكن ما بتتوظفش وما بتشتغلش والفنانين الحقيقه والفنانات برضو على مستوى عالي جدا بس قولي ممكن انه تتغاضي عنه ان هو ينزل يشتغل مسرح ممكن يعمل مسلسل هتتحل يعني انت كمتعه انك انت بتشتغلي بتمارسي هوايتك بتمارسي عملك ممكن بس في فنانين كتيره جدا ممكن يكونوا تحولوا للتلفزيون بس احنا بنخسر الناس دي وبنخسر بنخسر حاجه ممكن تجيب للدوله فلوس كتير قوي دخل كبير للدوله وبنخسر انه في ناس كتيره قوي لازم بيوتها تبقى مفتوحه وبنخسر خبرات كمان فما فده الحاضر اللي احنا عايشين فيه للاسف بس الازمه دي برضو في طريقه للحل ان شاء الله يمكن في جهود كتيره بتتكاتف بس ولكن الخطوه بطيئه جدا يعني مطلوب السرعة يعني يعني أنا على بال ما تتحل أزمة السينما هيبقى دوبك بعمل أدوار فاطمة رشدي طبعا كلنا سمعنا عن شخصية الأستاذ عبد الحميد الترزي الأستاذ عبد الحميد الترزي ده منتج اللي هو أنا منتج سينمائي أنتجت أفلام كتير جدا والحمد لله كلها فشلت أنا ما يهمنيش إن الأفلام تفشل كل الصحفيين والنقاد كتبوا قالوا ده افشل منتج وبالطريقه دي بقدر انافس النقاد المنتجين اللي بيقولوا عليهم احسن منتجين في البلد انا انتجت فيلم صرفت عليه مبالغ كبيره جدا ما يهمنيش انا اصرف ما عنديش وقت ادفع صرفت على الفيلم الاخراني 17 جنيه ونص ولسه عليها القسط الاخراني ما دفعتوش لان الفيلم ما جابش ايراداته طبعا وتكاليفه الفيلم قاعد يعرض في السوق بنجاح منقطع الجماهير عرض حوالي 3 أيام الحمد لله هقدم لكم عرض للفيلم ده عشان تحكموا بنفسكم قد ايه المستوى رفيع جدا وراقي تفقر شركة أفلام الكتكوت المفترس أن تقدم لكم قريبا على هذه الشاشة فخر إنتاجها الأول هذا العام عودة الندل أنا جيت الحمد لله على السلامة الله يسلمك بقيت إمتى؟ وصلت حالا مرحبا بك يا ندل أهلا عودة الندل أقوى قصة مسروقة هذا العام عودة الندل الفيلم الذي ترقبه الملايين ولم يشاهده غير 7 أشخاص عودة الندل فيلم الحب والعاطفة المثيرة تفيدة زعزوع تفيدة زعزوع تفيدة. على مهلكم على مهلكم زعزوع تفيدة زعزوع أنا من ساعة ما شفتك يا تفيدة وأنا ما بنامش الليل أيوة زعزوع بنام بالنهار يا حبيبتي زعزوع تفيدة زعزوع تفيدة أعلى مجنون تفيدة أخدك على أبوز إيه ده؟ إيه؟ إيه يا تفيدة ده؟ إيه اللي حصل؟ 100 مرة أقولك بلاش الحركات دي إيه اللي حصل؟ أنت واكلة بصل بصل وهكذا وهكذا يلعب البصل دوره الخالد في هذه القصة عودة النجل لقد كانت ترفرف عليهما السعادة وظلت ترفرف عليهما السعادة الى ان تدخل القدر بينهما قولي لي يا تفيده ايه زعزوع انت عامله لي ايه على الغدا يا حبيبتي انا لك مفاجاه يا روح ايه طالما طب خليك عدس عدس وهكذا يلتقي العدس والبصل لاول مره في اقوى دراما عدسيه بصليه انتجت حتى الان عوده النجل رغبه كبرياء قلق رعب بيخ يمي عوده النجل فيلم الخيانه الزوجيه
ايه ده؟ ايه يا تفيده ده؟ ايه يا خاينه ده؟ ايه يا مجرمه ده؟ ارحمني يا زعل. لا لا يا تفيده ارحمني. لا يا مجرمه ده صورتك مع واحد صاحبي بتاكله سميت على الكورنيش. لا ارحمني. انا صرفت عليك كل ثروتي يا تفيده اكتر من 45 قرش لغايه دلوقتي يا مجرمه. بصي بصي يا خاينه في الصوره دي. قولي لي قولي لي اعمل لك ايه في الصوره دي؟ في الصوره دي ايوه طلع لي ثلاثة صغيرين وواحدة كبيرة. حط الشمبر شيل الشمبر بص كويس بالنضارة دقق أكتر شوف المنظر خلي في قلبك يلا جسارة نضارة سحرية نضارة سحرية. طب ماجد النضارة السودة لما تلبسها بتشوف بيها ايه؟ هشوف السلبيات لازم نتخلص منها. لو هكلم في مجال الفن هلا قالت اللي انا المفروض كنت احوله يعني يعني بس هو في حاجات لازم نتجنبها فبرضه في الكارير بتاعنا ان احنا ما نعملش كل حاجه على الهوا يعني لازم يكون في تحضير جيد جدا تخطيط التحضير في السينما او في المسرح او في الفيديو اي يعني هو اهم من العمل نفسه هو اللي هيظبط كل حاجه فدايما بنعمل الحاجه خلاص يعني هي على الهوا وقتها فبتتعمل وبتضطري ان انت تقبلي تتغاضى عن الجودة التامة ما عندكيش اختيار عارفة ازاي لكن لو كل حاجة اتحضرت مظبوط الفيلم النهاردة بقى مكلف جدا جدا واحتمالات نجاحه بقت ضعيفة يعني عارفة ازاي الناس بقت تكسل تنزل تروح سينمات تستنى مشروط ينزل بس بيجو. بينزلوا للفيلم الحقيقي بينزلوا قلتش حاجة وشفنا كتير افلام بيبقى عليها يعني وافلام اجنبية بس يعني هي الفكره ان احنا برضو جمهور السينما دلوقتي مش زي زمان عشان الفيديو اثر حطت الفضائيه اثرت ولكن احنا في الوقت الحالي زي ما هاله قالت السينما مش في حالها الطبيعي يعني كويس ولكن احنا بنحاول ومصممين ومش هنتخلى على فكره ده مكانكم ده اساس عملكم اللي بتحبوه مش بتمتهنوه علشان ده وظيفه فبتهالي برضو جهودكم لازم تبقى كبيره ولو لدفع بنحاول يعني بس في ما يشغلكوش انكم تشتغلوا في مسرح او تلفزيون لا. عن مجالكم اللي انتم بتحبوه بس الضغوط حوالينا مش يعني عارفه لما يكون ايه اصل انا ايه مثلا هنفكر ان انا مثلا انا وماجد ننتج مثلا جربتي الانتاج يا هاله لا انا ما بعرفش اي حاجه فيها ماديات ما اعرفش ولا ماجد ان وانت بس وانا لا عارفه كل واحد بيبقى له اختصاصه يعني انا مثلا ايه ما ينفعش ابقى مثلا مؤلفه ومنتجه ومخرجه لا كل واحد بيبقى له اختصاص يعني انا بمثل انا عارفه ان انا اجتهد في التمثيل بس لو انا انتجت هفكر في الانتاج وبعدين هنلاحظ نلاقي كل الفنانين اللي انتجوا هتلاقيهم خسروا تراجعوا تاني كلهم لا غير كده لو هم اللي هم اللي فعلا عملوا التجارب هتلاقيهم فعلا كلهم خسروا ليه لانك انت مثلا بتلاقي الحادثه دي هتتكلف كذا المنتج العادي بيحاول مثلا يعملها مثلا ب 100 جنيه مثلا فالفنان ممكن يعملها ب 1000 جنيه لانه فاهم صح وعايزها تبقى مظبوطه احنا الفنانين مش منتجين مش يعني انا بعتبرها تجاره يعني ده مشروع تجاري الفنان عمره ما بيبقى تاجر بيفشل هتلاقيهم كلهم بيفشلوا في موضوع حكايه التجاره دي فلا انا بحب برضو التخصص في كل حاجه وفعلا يعني المنتج برضه مع انه بيبقى منتج وشاطر قوي وفي بعض الاحيان بيخسر في بعض الحالات بيخسر حط الشمبر شيل الشمبر بص كويس بالنضاره دقق اكتر شوف المنظر خلي في قلبك يلا جساره نضاره سحريه نضاره سحريه. نسيب بقى النضارات السوداء دي ونلبس النضاره الورديه نشوف فيها الدنيا جميله. هو طبعا اللي احنا شايفينه فيها طبعا انه في تكاتف الشباب ويمكن الحكومه ابتدت تحس اكتر بالشباب بايه المجتمعات العمرانيه الجديده اللي ابتدت انهم انا عارفه دلوقتي انهم بيبتدوا ممكن يديهم مبالغ معينه عشان يبتدوا يعملوا مشروعات جديده الصندوق الاجتماعي فده واراضي كمان للشباب المزارعين للشباب فده يعني ابتدت القاهره شويه انا حاسه انه ابتدوا شويه يطلعوا من القاهره فده شيء طبعا وتوشكا على فكره كان مكتوب
في كتاب تاريخي يعني ان في فرعون فرعون مصري هيحفر او هيشق في زي فلو يعني ما تحددش المكان انما في جنوب الصعيد فبس دي حقيقه ففعلا يمكن المعلومه دي مش كتير يعرفوها بس هي فعلا قريتيها فعلا في كتاب ففعلا وحصلت الحمد لله ننتقل دلوقتي لفقرة هترجعكم لزمن ماضي في كتير من الفنانين اللي أسروا حياتنا الفنية وتأثرنا بيهم وعايشين معانا بأعمالهم الجميلة الخالدة لو اتيحت لكم الفرصة دي تخدي التجربة؟ طب يلا الفانوس السحري سحري يا فانوس سحري يا فانوس اسماعيل ياسين بس هيبقى جوه لا هتسمعيه دلوقتي اه هتتكلمي معايا نشوف بقى هتقولوا ايه لبعض سعيده ازيك يا هال الحمد لله عامله ايه يا اختي الله يرحمك والله انت جميل قولي لي يا هالة نعم ايه رايك في كوميديا الموقف والحبكه الدراميه بين الحاضر وبين الماضي طب انا اعرف اتكلم ازاي وانت بتكلمني كده هي طبعا بين الحاضر وبين الماضي صعبه قوي لانه على ايامكم انتوا كنتوا برضو ما فيش مشاكل قوي انما احنا على ايامنا في معاناه كتيره جدا فالناس وقت افلامكم كان عندها استعداد تضحك بسهوله انما دلوقتي صعب قوي نضحك ما دمهم تقيله يا استاذ اسماعيل الناس بقى عندها هموم ومشاكل كتيره فصعب قوي نضحك الكتاب بتوعنا على فين وليه ما بنشجعش المواهب الجديده لا احنا الكتاب ما بقاش عندهم حته الابداع لانه دلوقتي المؤلف وقبل ما بيكتب بيبقى عايز يقول ايه مين اللي هيعمل الفيلم ده او بيفكر مين اللي هيعمل الفيلم ده فاغلب الحاجات اللي بتتكتب دلوقتي بتتكتب تفصيل بالنسبه للستات ما بيكتبوش حاجه للستات خالص وخصوصا في الكوميديا نهائي والا لازم تبقى الست شكلها قبيح ولازم تبقى حاطه حاجات غريبه يعني تبقى كاركتر بس اكتر من اللازم بالاضافه ان هم حاله السينما او وضع السينما دلوقتي ما بيشجعهمش انهم يكتبوا بالنسبه للوجوه الجديده بالعكس احنا بنشجع الوجوه الجديده جدا والتلفزيون بيطلع مواهب كتيره جدا 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 يعني يمكن اقل زمان كان السينما بس تلفزيون ضعيف دلوقتي التلفزيون بقى قوي جدا وبيطلع نماذج هو تقريبا اللي بيفرغ كل الوجوه وكل النجوم اللي موجودين دلوقتي وانت من ضمن المشجعين للوجوه الجديده طبعا جدا 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 ايه السبب يا هالة لاني بحس بيهم وقت ما انا طلعت قد ايه كنت خايفه قد ايه كنت مرعوبه وعارفه انه الواحد اول ما بيطلع بيبقى ضايع يعني ايه مفيش حد بينصحه يعني مثلا زمان احنا عارفين ان كان في منتج مثلا ممكن يتولى ممثل او ممثله وهو بيصنع نجمه من حيث الموضوع من حيث المخرج من حيث يعني هو اللي بيعمل نجمه بيخلق نجمه انما احنا يعني احنا بنجازف يعني اللي بيجي على دماغي اعمله وده ممكن يبقى 90% غلط لان انا طبعا ما عنديش الخبره الكفايه ولسه مش عارفه الشغل ده ايه اصله كل اللي بعرفه ان انا بحب التمثيل وبتعلم التمثيل او بمارس التمثيل بس مش وحده مش الموهبه لوحدها الكفايه لا ده في تخطيط واكيد انا لو دلوقتي لو انا رجعت وقت ما بدات هلاقي ان انا عملت اخطاء صحيح مش كتيره قوي بس في اخطاء كتيره اثرت عليا وكان ممكن ابقى احسن من كده كتير لو انا تجاوزت الاخطاء دي بس انا مفيش حد وجهني مفيش حد تولاني فبقيت انا اللي بفكر فيه هو يبقى صح يبقى هو خلاص الصح سحري يا فانوس
سحري يا فانوس. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي شباك حبيبي تفتح بعشر صوابع موز ويطل منه جوز عيون تقولش متر اليوز تخروي. ازيك يا ماجد؟ ازيك يا عم محمود؟ بالامانه يا ماجد انت اخترت الغناء ولا انت اللي جريت ورا التمثيل؟ لا انا هو التمثيل كان موجود بس الغناء سبق التمثيل، بس شهرتي في الـ في الـ في التمثيل سبقت الغناء، ولكن انا متمسك برضو بالغناء وان شاء الله يعني في الطريق في حاجه كويسه ان شاء الله. يعني افهم من كده ما لقيتوش نفسكم في الغنى؟ ايه؟ افهم من كده ما لقيتوش نفسكم في الغنى يعني؟ لا بالعكس، بس هو لما جات لي فرصه التمثيل في افلام كبيره وهتقدم بشكل كويس وده كان موجود، فعلى طول ما فيش تردد، على طول اشتغلت في السينما فورا. نبي يا ابني لما كنت ايام ما كنت عامل ثنائي كنت عسل. في برنامجنا ده يمكن في كلامك مع الفنان اسماعيل ياسين كان بيقول ان في اكتشاف للمواهب الجديده، في فقره اسمها صندوق الموسيقى ومن خلاله بنتعرف على مواهب جديده سواء في العزف او الغناء، تشتركوا معنا في الفقره دي؟ بس انا شايفه معانا بقى ملحن لو يشترك معنا في الفقرة دي هيضفي عليكم جو لذيذ قوي وكمان هيفكركم بحاجات حلوة. الفنان حسن قشقش. حكايه بقى الاشتراك مع بعض في عمل غنائي وهلا صدقي؟ طب ماجد وبيغني، استاذ حسن وبيلحن، طب هلا صدقي وبتغني، ازاي دي جت؟ لا هو في فيلم تفاحه كان لازم يبقى فيه المشهد ده، بس طبعا انا طبعا ايه يعني هم خدوني على اخوانا شويه، يعني قالوا انت هتقولي كلمه بتاع حاجات كده. بس طبعا نعم مفيش سندوتش. طيب طبعا الاستاذ حسن كان موجود معايا جوه الاستوديو، يعني ايه انا طبعا ملياش خبره قوي بالمزيكا ولا بالموسيقى، دي حاجه صعبه جدا، دي فعلا موهبه من عند ربنا، ما حدش يبقى مطرب كده وما حدش يبقى ملحن كده من الهواء ده، لا الودن الموسيقيه وازاي تمشي مع الريتم واللحن، يعني ده فعلا دي حاجات من الحاجات الصعبه جدا. فالمهم فهو طبعا دخل معايا جوه الاستوديو وهو اول مره افهم يعني ايه واحد يديني اداء اغنيه، يعني ايه يديني قولي الجمله دي كذا، ممكن المخرج يقول لي اديني كذا اديني الاحساس ده او اعملي لي الجمله دي كذا، بس في الغناء او في ما مارستيهوش، دي اول مره كنت، دي كانت تجربه جديده عليا. طبعا انا طلعت مايسه قوي في الاغنيه، ما اعرفش ازاي، يعني انا ما اعرفش ازاي. هل تعبتك بقى يا استاذ حسن بالنسبه للتسجيل؟ لا بالنسبه للتسجيل فنانه شامله، يعني عندها الحاسه الغنائيه وبالنسبه للتمثيل طبعا يعني مش هقدر اقول اي حاجه بالنسبه للتمثيل، لكن انا تأييدا لكلامها ان انا عندي فكره بالتمثيل، فبقول لها يعني نعمل كذا وهي فعلا ادت على تتجاوب على طول على على اشد اكبر اكتر ما انت عايز انا والله، فده جميل يعني. طب عايزين نفتكر مع بعض اللحن ده، انا متهيألي الناس كلها متشوقه اللي ما شافوش الفيلم انهم يشوفوا هلا صدقي بتغني ودويتو مع ماجد، يعني ايه بقى الحكايه؟ يلا انت والاستاذ حسن. على فكره ماجد بيورطني بكذا مره نبقى موجودين في حفله تبقى حفلات عامه، يعني يقول لي يلا نعمل الاغنيه، تحرجني ليه؟ بحرجني. هي الاغنيه عجبك قوي للدرجه دي يا ماجد؟ هي مش الاغنيه دي دويتو، يعني الاستاذ محمد فوزي والاستاذه ليلى مراد. ايوه كويس. لما كانوا بيعملوا مثلا شحات الغرام والحاجات الحلوه دي. احنا بنعيد الثنائيات القديمه، هو عموما مجال جميل بيعيد ماجد الدويتو مره ثانيه. يلا يا هاله.
نقول ولا ايه؟ قبل ما نشوف مواهبنا الجديده عايزين نشوف الموهبه الغنائيه هاله صدقي. لا يلا شجعوه. شكرا ميرسي فرجنا يلا الصندوق علشان نفرح قوي ونروق صندوق الموسيقى. افتح الصندوق ترينا لا 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 مزية مهلة بيا ولا بياكلوا ايه؟ ايه الحلاوة والطعامة كان سببها ايه؟ المصية مهلة بيا ولا بياكلوا ايه؟ ايه الحلاوة والطعامة كان سببها ايه؟ عشان الفتا فتا 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 فيتامين. فيتامين ايه؟ فيتامين ايه؟ فيتامين ايه؟ فيتامين اه. فيتامين ايه؟ فيتامين نو. فيتامين ايه؟ 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 ايه والهاري كاري هاري يا رب. ايه الهاري كاري دي كمان؟ دي عشان التغذية. دلوقتي بقى جات لنا الفرصة نلف حوالين العالم من خلال أسفاركم ورحلاتكم وخلال فنكم اللي مثلنا في مهرجانات عالمية. في كرتنا الأرضية هنلف نلف نلف زي الشعوب يا صاحبي عن بعض بتختلف. يلا نشوف عاداتهم نسمع أغنياتهم كل شعوب الدنيا. لو ابتدينا بهالة صدقي سافرتي فين؟ لا انا انا عارفه انك رحالة على فكره. انا بعشق السفر، انا بحب السفر جدا جدا جدا. وسافرت حتت كتيره قوي يعني تقريبا. شوفي جاهزين على طول ازاي؟ بصي بقى ايه رايك؟ اتفضلي وشنطه سفر صغيره على اساس انت هتشتري اللي انت عايزاه كله من هناك مش كده؟ ده المكياج بس. لا هو انا الحقيقه تقريبا اغلب الدول العربيه سافرت، طبعا برضو اغلب اوروبا في بعض الدول بس اللي ما رحتهاش. امريكا الشرقيه والغربيه؟ لا الشرقيه لا خالص خالص ما رحتش الشرقيه خالص. تقريبا امريكا لفيت اغلب الولايات اغلبها مش كلها. لكن الحته اللي طبعا اللي انا بعشقها هي اليونان. يعني اليونان. أنا بحب اليونان جدا جدا جدا. ليه بقى يا هالة؟ أولا زي مصر. يعني مبدئيا زي مصر، وبعدين طباعهم هي طباعنا وطريقتهم، وبعدين بيحبونا قوي. وبعدين بتلاقي كتير قوي اليونانيين اللي كانوا عايشين في مصر عايشين قبل كده وعصبيين زينا. كتير منهم بيفهموا اللغة العربية على فكرة. في كتير قوي بيفهموا عصبيين عصبيين زينا وبيشخطوا ويزعقوا زينا وقلبهم ابيض بعد كده. قلبهم ابيض جدا. انما طبعا هي البلد اللي انا نفسي اروحها الصين. ليه؟ بس بحب الاكل الصيني. لا الصين هي عموما اسيا كلها انا ما رحتهاش خالص، والصين بالتحديد كمان نفسي اروحها لانه يعني عايزه اتعرف على الشعب ده. هو تقريبا الصين واليابان الاثنين من الشعوب اللي لازم تدرسيهم. الناس دي وصلت لمرحله من التقدم عاليه جدا جدا جدا. وبعدين اكبر شركات عالميه بتلاقيها الشركات اليابانيه. يعني الشعب نفسه محتاج دراسه يعني محتاج. والمنتجات الصينيه بتلاقيها في كل مكان في العالم، في كل مكان ومنتشرين في العالم كله. فانا نفسي اروح الصين. طب وانت يا ماجد عايز تروح معاها الصين؟ لا هي لو نزلت اجيب لك باسبور حال. هي هتتعب الصين لان كل البلد هتبقى عامله كده. لا هو عشان التور. لا في انا من هواياتي الغطس. فطبعا في اللي هو المدرب اللي هو بينزل معايا في الغطس مره قال لي حاجه عن الصينيين واليابانيين لذيذه جدا. طبعا احنا لما بننزل نغطس بيبقى معانا انبوبه اكسجين كويس. فطبعا الواحد لما بيبقى خايف اول مره بتاخدي اكسجين كتير، يعني تحس ان نفسك هيروح فبتاخدي اكسجين كتير. فاليابانيين او الصينيين لما بينزلوا ما بيستهلكوش ربع الانبوبه. واختراعات متتاليه يمكن الواحد بيبقى محتار
يختار ايه ولا ايه؟ ألف مليون اختراع بعد كفاح وسهر وصراع، يلا نشوف اخترعوا ايه؟ يلا نشوفهم يلا اوكي. بالنسبة لهلا صديق، الاختراعات والتكنولوجيا والتقدم في حياتك؟ أنا مش متعمقة قوي في الحاجات، يعني مش من النوع اللي بهتم قوي إيه اللي طلع جديد لا مش بهتم قوي، إنما من الاختراعات اللي هي القديمة اللي أنا متمسكة بيها طبعاً التلفزيون. الحاجات الجديدة اللي أنا مهتمة إن أنا أشوفها إن هم في أمريكا دلوقتي، بس هي دلوقتي ابتدت تنتشر، إن هم بيجيبوا الممثلين القدام اللي هم ماتوا توفوا وبيخلوهم يمثلوا من جديد بالكمبيوتر. انه ممكن مثلا تلاقي عبد الحليم حافظ دلوقتي بيشتغل مثلا مع يسرى عاملين فيلم، او يعني دي فكره جديده وجميله. شفتيها بنفسك يا لا ما شفتهاش للاسف. وبالنسبه لك يا ماجد؟ بالنسبه للاختراعات يعني في حاجه الموبايل دلوقتي بقى حاجه مهمه جدا بالنسبه للفنان، بالنسبه للرجل الاعمال، بالنسبه لاي حد، بس بيجيب مشاكل في البيت كتير قوي. ازاي بقى؟ اقول يعني ممكن يجي كده احكي لنا حصل لك منه ايه مثلا. يعني مثلا انا مش عارف ازاي، يعني في ناس بتوصل لرقم الموبايل بتاع الفنان بسهوله جدا، رقم البيت او رقم الموبايل. كويس. انا مراتي غيوره حبتين، يعني حبتين قوي يعني. كويس. ايوه استاذ حسن. بيحصل ساعات ان بتيجي مكالمات كده مش في وقتها يعني، او وناس مش عارف انا مين بيتكلم. كويس. وطبعا الرقم بيظهر كل حاجه، بس هتعملي ايه؟ دلوقتي هنفكركم باعمال جميله قدمتوها لنا واسعدتونا بيها، ونشوف ذكرياتكم معاها كانت ايه. شوفوا معانا فقره دولاب النجوم. افتح يلا دولاب، اقفل يلا دولاب، أعمال الفنان بتدق على الباب. والفقرة دي عايزين لها ثلاثة متسابقين، ثلاثة فرسان يتقدموا. يلا المتسابق الأول اتفضل، عرفنا بنفسك. خالد حسن، همثل الأستاذ ماجد في الفيلم بتاع سرق الفرح، مشهد ما بينه وما بين الأستاذ حسن حسني ساعة ما كان بيتضرب ورايح له يقابل الأستاذ حسن في الصحراء. مضروب يعني دلوقتي. طب يلا. لو يفتكر الأستاذ ماجد كان كلام الأستاذ حسن البداية بيقول له ضربوك يا عوض كتير يا عم رب. وبكيت يا عوض؟ لا بس كان نفسي اعيط، اعيط كتير. بتعيط يا عم عوض ليه يا عم عوض؟ انا ربا مش عوض. بتعيط يا عم ربا؟ انا اسف. اصل انا بحب يا عوض. بحب. بتحب مين يا عم ربا؟ بحب رمانة. رمانة مين؟ رمانة أخت أحلام. بس باشا خلص. خلاص؟ فاكن غيس، وهعمل مشهد من أرابيسك الفنانة هالة صدقي، وهو المشهد عبارة عن أما كانت قاعدة في البيت ورايح لها سامبو مدمن المخدرات، وهو في حالة مغيب تماماً يعني، فبيقول لها أنا جيت بس يا سامبو، فبيقول لها أنا جيت لك يا ست توحيدة زي ما قلتي لي. فبتقول له ينهارك اسود ومهبب بستين هباب، انا يا واد مدياك ميعاد هنا في بيتي بعد نص الليل. طب ثلاثه بالله العظيم لو ما خدت بعضك ومشيت من قدامي دلوقتي لاصوت والم عليك امه لا اله الا الله عشان افرجهم عليك وانا بديك بالشبشب. انجر وروح وخر، شوف انت جاي من انهي داهيه ولا مبلبع ايه ولا ضارب ايه. بلاوي اصلها كانت ناقصاك انت راخر. الله عليك.
بدرس في تانية معهد، هقلد استاذة هلا صدقي. هلا صدقي في مشهد في مسرحية 727 مع استاذ عبد الله فرغلي. اتفضل. المشهد هي خليجية فيه وداخلة عليه تقول له بدي حجرة، حجرة في الفندق هذا، والله تعباني والله تعباني، بدي تلقح عندك يا اخوي، بدي حجرة، حجرة لي والحيوان لطيف معي، والله تعباني جعان والله مريضة والله والله مريضة. ايه رأيك يا هالة؟ والله هيلين هيلين جدا. انا شايف انها كانت مفاجأة ليكي. اه طبعا انا مش متخيلة ده طبعا. مفاجأة جميلة. طب لو قلنا بقى عايزين نحدد الفائز في التلاتة اللي قدموا لنا دلوقتي المشاهد دي. لا ما اقدرش. ما تقدري؟ لا ما اقدرش. لا هم التلاتة فعلا كويسين. انا بتكلم على البنات بتوعي. لا وخالد برضو كمان هاي. طيب احنا بقى عايزينكم تنتخبوا منكم فارس ويسأل نجومه المفضلين. انا هنسحب وهتكونوا مذيع لمدة دقيقة او مذيع. مين عايز يسأل سؤال؟ اتفضلي. احب اسأل حضرتك يعني ترجحي للوجوه الجديدة كممثلة ناجحة يعني يتجهوا في الاول للتلفزيون او للمسرح او للسينما، يعني ايه انجح يعني الاتجاهات ليهم اللي توصلهم؟ لا هو مش هو كله بيوصل. بس هو طبعا ايه، انا ضد حكايه ان يبقى في ممثل تلفزيوني ممثل سينما وممثل مسرح. والثلاثه طبعا مختلفين شويه عن بعض، يعني انت في التلفزيون ادائك بيبقى حاجه، في السينما حاجه، وفي المسرح حاجه. ولكن التلفزيون اكثر انتشارا، انما المسرح بيعلم، انما السينما البريق. فاهمه ازاي؟ فما اقدرش اقول لك يعني انت فرصتك هتيجي فين، هي اللي بتبتدي منها. بس ما اقدرش اقول لك انهي مجال فيهم، لان الثلاثه واحد، الثلاثه تمثيل. والله زين والله. بنشكركم. في نهاية رحلتنا بنشكر الفنانة المتألقة هالة صدقي والفنان ماجد المصري والموسيقار حسن أجش. فارس حول العالم، لف الدنيا ودار، ادي حول
با 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 با